مع السلامه. مع السلامه. قد من نار بخت. مدام بخت، اليوم باش نحكيو على العلاقه بين الحمات والكن. قلت لي عندي ما نحكي. كنت عباره بنتي عند الزبنيات وطفل. ربي يفضل. عاشك. واو، كنت معناها انا عباره بنتي الثالثه. هي نحب، انا نحبها وهي تحب، فهمتي، متفاهمه انا وياها. وتو عندي معها مش نهار مش اثنين، 10 سنين. كي نمشي لها تقول يمها جاتها، والله تبجني على امها قسما بالله. وكي تجيني عباره بنتي جات. مش عايشه معك؟ لا مش عايشه معي، كل حد واحد. قعدت معاك 6 شهور ولا 7، وبعد هو مشى يخدم، مشيت مع رجل. اما ربي يفضلها وربي ينس ما بينه وبين رويجلها وربي يهنيه ان شاء الله. انت معناها مادام اخترتها لولدك، والا كان يعني اختاروا؟ اختار واحد وقلت له ما تاخذيهاش، وعرضت وعرضت وعرضت. خذ بنت خالي، بنت عمي، بنت شنو، بنت شنو، قال لك ناخذها ونموت على. كي روحت لي قلت لها، قلت لها بنتي انا راني قلت له ما تاخذيهاش، وهو هو فهمتي. شوي طلعت بنت حليل الله يرحم والدي. انت كي حكيت لها هكا ما تغشتش؟ ضحكت ضحكت ضحكت، قالت لي لا ماما والله تري مني كان الخير، والله تري مني كان الخير، فهمتي. وصغيره هي جابانا، يكون عمرها 19 سنه 18 سنين. عرست روحت لي فهمتي، توها يمكن عمرها 10 سنين، زيدي 10 سنين اخرين. عباره بنتي العزيزه اللي هي خويت بنياتي، والله حدثكم بصدق زاد. لو كان تحكي لنا على سر النجاح من العلاقة بيناتكم، شنو هو حسب رأيك؟ نشري لها ونودها ونعطيها ونشري لأولادها، وهي زاد كي نمشي ما تخلي ما تعطيني وما تخلي ما تجيب لي، وماما ماما 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 ماما، والعيد تكلمني وتهنيني بالعيد. وزاد قبل ما نطلبها هي تطلبني، تقول لي ماما ليه نطلبك مش كاني تطلبيني، كيفاش هذا؟ كذلك مريضة تجيني، زاد ذاك حد علي كي نمشي لها تفرح بيا ما تصوريش. ما يكون نلقى قلبي نجبد ونعطيه غير نشوفه متهني. في عصرنا هذا قليل معناها وين تلقى معناها حمات تحكي على كانتها بطريقة هذه، علاش معناها ساعات تلقى فما مكثرية يعني ساعات تلقاها ملكان، ساعات تلقى الحمات تبدا مغيارة على ولدها، تحب تحكم وتحب تمشي كلمتها وتحب. من الأحسن تبعد عليهم، خليهم يتفاهموا في بعضهم، يعملوا اللي يحبوا هما. كي نشوفهم متهنين يزي ما ندخلش في مشاكلهم، حتى كي تلقى مشاكل بينها وبين ولدي نجي معاها هي. نقولوا مرتك باهي وهي بالعقل، مرتك باهي ومرتك ما تحبك ومرتك حد عليك ومرتك ومرتك ومرتك، ورد بالك تسلم في مرتك. ولا هي خلت عائلتها وخلت مالها وخلت وروحت لنا، واحنا نكون قال لا ما تجيش. يعني مثلا الاسباب اللي ساعات توتر العلاقه بينات الحمات والكنه شنو هسه؟ الاسباب هي تبدا الكنه تحب تمشي حكمه، ولا العم تحب تمشي هاي تحكم في ولدي، هاني ولدي بعدات عليا هاني والله ليه هي ولا ليه. انت قلت لي عندك قداش من لا على الصغار معناها اولادك قداش عندك من اولاد؟ عندي 2 بنيات وولاد. علاقة بناتك معناها كان هما متزوجين معناها بحماويتهم كيفاش؟ والله يحبوهم ويحبوها ويتحبهم ويمشوا لها ويجيهم ويشروا لها وتعطيهم ويعطوها وهكاك. انت ديما هنا توصيهم في علاقتهم؟ ايه، كان كرهته هي كرهت اخوكم، راكم مش بعد اخوكم عليكم، راهو كان هي مش ولا مشاكل ما بينكم وبين مش يجي مع مرته. ردوا بالكم، خلوا العلاقة باهية باش خويكم ما ينساكمش وانتم ما تنسوش. وبناتي وربي يهديهم وربي يهني. والله بصدق حددتك مش رسميت لك ولا مادام لو كانت تسترجع بيك الايام معناها تحكي لنا على حماتك انت كيفاش كانت علاقتك بها؟ سايبة معي، سكنت معها، كانت سايبة معها، ما غالبا نقول لك حتى شيء اخر. عشت معها معناها انت؟ قعدت معها عامين هكاك. كانت سايبة، كنت تحب تحكم وتحب. هي حية تو ولا؟ حية حية ربي يفضلها، تو علاقتنا بها ورجعنا بها ورجعنا مع بعضنا. انت هنا يعني تشوف انه كي يسكنوا معنا مع بعض تنجم تكثر المشاكل؟ خيرش لي عرس يبعد واحد ويسكن وحده، هو يمشي هي تجيهم عزيزه وهم يمشوا لعزيز. لا تبدي تحكم فيا لا نحكم فيك، لا حتى في العيد والله قال لي نعيد معاك. العيد الاول جاني والثاني قلت له انت عيد واحد كنا نعيد واحد، خلي كل حد عزيز. ويجاني يجي يذبح لي ويروح يذبح في داره، وهي تجيني بعد العيد تجيب وليداتها وتجي هي عزيزه ونحن نمشوا لعزيز. لكن قبل مثلا لو كان نرجع قبل معناها يعني كانت عيلة تلقى تسكن في نفس الدار والناس كلها تحترم معناها الكبير عنده قدر معناها، لو كان تحكي لنا علاش تبدلت معناها العلاقات هكا شنو السبب حسب رأيك؟ الضغط وهالهم نتاع الدنيا. مثلا والدتك يعني كانت تعيش مع حماتها والا في دار كبيرة ولا؟ كنت تشكر فيه يرحمها، ما ماتت وحماتها والكل، والله كانت تشكر في حماتها. قالت حماتي باهي، قالت نحن 3 كنين تحبنا، قالت وللي ماتت يسكنوا مع بعض. قالت 3 كنين معناها يسكنوا مع بعض؟ اي
كل حد ودار وما حوش واحد كانت قبل حويه شوي. قالت لي لا جت ما بيناتنا نعوذ بالله الا اللي مات. قالت لي ما تعارك حد ما تمس حد ما يهمها في حد. علاش حسب راك شنو اللي فما معناها تغيرت العلاقات هكاك معناها الفتره هذه علاش؟ يعني قلت لك الحياه تبدلت والتربيه تبدلت وقلت حشاك الحياه تبدلت. مدام لو كنا نحكيو على العلاقات الاقارب مع الزواج الاقارب يعني تحسها ناجحه ولا فاشله معناها في العموم خاصه العصر؟ والله انت والتربيه حسب ما مبين لي كي تكون الام باهي تلم الناس الكل. وكنت كون اشوف اخوك اشوف اختك اشوف خاطر لهنا قلت لي من الاول عارضت يعني انه ولدك كيختار مثلا زوجته وفضلت معناه من الاقارب، علاش انت فضلت من الاقارب؟ قلت له نعرفها وهذه ما نعرفهاش وجبتها لي منين وانا ما نعرفهاش وشكون بيا وشكون حسيت لما نعرفهاش خلاصني هو حبها وحبيت وكاو. حس الام يعني تتدخل في ولدها ديما تتدخل. قلت له ليه قال لي ناخذها وقعد عام ولا اكثر ويحاول فيا، هما ما تمشي بيا وميته، هما ما تمشيش انت ما يعطوهاش ليا وانت ما تمشيش يرفضوني وانت حاسيله قالوا لي البنات شنو حبها خليها ياخذ عرف. الحق طلعت بنت حلال يرحم والديه. وبخصوص بناتك معناها تتدخل في زواجهم معناها والا هنا تحس تركز اكثر انت كان على البنيه معناها علاش؟ واحده عرست عندها زوز وليدي، واحده مازال ان شاء الله ربي يسهل مكتوب. كنشوفهم هم متهنين ناي متهني ما نحدكش، كي هما تدقهم شوك تدقني ناي 10 مرات والله. لكن هنا علاش انت تدخلت في ولدك وما تدخلش مثلا في بنتك معناها يعني توب ولا حتى بس المراه معناها حتى بنتي عرضت انت ديما من الاول تعارض يعني حتى بنتي عرضت زاد يعني هنا تخاف تخاف ياسر معناها على اولاد بالمكتوب المكتوب يغلب كل شيء يعني تخاف معناها الام هذه فتره الام متهنين هذه امنيتي تو انا كيرت متهني هاني فرحان ان شاء الله ربي يهنيه وفضلته 10 سنين قلت لك معانا يرحم والده هكا وما نجم نقول لك هكا. يعني بالمناسبة لو كنت تحكي تحب توجه كلمة لكانتك ولا يعني هنا شنو تحب تقول لها؟ والله ربي يهنيك وربي يألف ما بينها وبين ولدي وربي يفضلهم وليداتهم وكي نشوفهم متهنين ناي متهني. بالنسبة لحماتك معنا حماتي نقول لها ربي يفضلك والله مسكينة كل عيد نطلبها ونمشي نطل عليها المرة دي برك طلبتني قالت علاش ما جيتينيش في العيد وني. هي زادة تو تحبني وانا نحبها وربي يطول عمرها وبناتي. العيد معناها مشيت زرتها وطليتها مشيت لها والله طلبتني قالت لي علاش ما جيتينيش علاش قلت لها راني طلبتك برشا مرات ما زيتيش سخبتك مشكي غادي مشيت البنت قالت لي هاني تو يجيني قلت لها تو هي ساعات الظروف مثلا المعيشه تتبدل تغير تخلي فما تغير معناها العلاقات يعني ما تشوفش انه صعوبات الحياه والمراه ولات معناها تخدم ويعني يعني هنا تقلل علاقتها مثلا بحماتها ولا حتى الحماد بكنت لا مشي نخت فهمتي انا ملي عرست راجل شيمينو ولا ما خدمش كحماتي تخت ما قلت لك تو هي تحبني ولا نحبها ودايم رب وراس بنتي دايم رب نحن هاي 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 وكله دايم رب ربي يدنا الخير وربي يهدينا وذاك ما نقول ان شاء الله ربي يعينكم.